حديث ملعون من سأل بوجه الله ملعون من سأل بوجه الله فلم يعد سائلا منكر الحديث. وقد انكر ابن منده رحمه الله تعالى في الرد على الجامية. كذلك الحديث الآخر لا يسأل بوجه الله للجنة منكر، هذا حديث سلمان بن معاذ بن قرم أيضا ضعيف الحديث، فلا أصح لهذا ولا هذا، فلا أصح بالبشيء أيضا.